حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس بدأت ترحل لأنه لم يعد من مجال للبقاء. اللهم انزع السكينة من قلوبهم يا رب، وشردهم ومزقهم شر ممزق. كل شيء في المدينة خراب بخراب. الله أكبر والعزة لله. هذا سقف منزل كان في أحد الأيام يأوي نساء وأطفال، فأين يذهب الآن هؤلاء النسوة والغراغر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه بيوت دمرت عن بكرة أبيها، فلم تعد تصلح إلا للأشباح. فهل يريدون أن يتحول الشعب السوري إلى شبح؟ هكذا أراد الناس والعالم جميعا، هكذا أرادوا لحياتنا أن تصبح. باسم الإنسانية والضمير، باسم الإسلام، باسم العروبة، نسأل كل من تبقى لديه ضمير أن يعيننا فيما ابتلانا، وما شكوانا إلا إلى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل.